يا رب الفلق افتح لي ما انغلق وتولني في من توليت ولاية أغتني بها وأكتفي لا يمسني نصب ولا وصب أنت ولي في الدنيا والآخرة بك قوتي وكفايتي وغناي ولا حول ولا قوة لي إلا بك عليك توكلت وأنت خير وكيل. السلام عليكم اخواتي ومتابعاتي الغاليات، كيدايرين لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. نتمنى تشوفوا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله اقتراح اللي غادي نشارك معكم غريبه معلكه بالقوقعه والكوكره كتجي جديده ومعلكه لاول مره غادي تجربها غادي تصدق معها كما كتشوفوها نتوما كتجي مشقه وشاده في راسها. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. غادي نبداو على بركه الله. هنا عندي في القصعه عندي قبصه ديال الملح، غادي نضيف 4 ديال البيضات. بالنسبه للبيض هنايا عندي الحجم ديالو صغير، الا عندكم البيض الحجم ديالو كبير غادي ديروا غير 3 ديال البيضات. غادي نضيف كاس ونص ديال السكر سنيده، اللي السكر سنيده اللي كل رقيقه ماشي ديك الغليظه. غادي نضيف نص معلقه ديال بودره الفانيلا، وغادي نضيف جوج كيسان ديال الزيت النباتيه، وغادي نخلط مزيان هاد العناصر حتى يتجانسوا لي وحتى يذوب لي السكر مع الزيت والبيض. غادي نخلط مزيان. نتمنى انكم تجربوا هذه الغريبه، راها كتجي لذيذه وكتجي سهله، يعني فقط تبعوا المقادير اللي غادي نعطيكم، وحتى في الطياب ديالها يعني تبعوا غير النصائح اللي غادي نعطيكم طريقه باش غطيبوها، راه غادي تصدق لكم 100% واخا تكونوا اول مره غادي تجربوها. صافي غادي نخلط مزيان، من بعد غادي نضيف بقيه ديال العناصر. هنا غادي نضيف 4 كاس ديال الماء زهر، وغادي نضيف جوج معالق ديال الكونفيتير ديال المشماش. تقدروا تعوضوه بالجليكوز ولكن انا كنفضل الكونفيتير لان الجليكوز يقدر يقصح لكم الغريبه ديالكم من بعد، فكنفضل انكم ديروا الكونفيتير ديال المشماش كيزيدها واحد التعليكه لذيذه. صافي غادي نستمر ونخلط هاد العناصر كاملين. من بعد غادي نضيف 300 غرام ديال الكوك. حاولوا انكم تشريوا الكوك من نوعيه جيده، الكوك اللي يكون ميدم، ما تشريوش هذاك الكوك اللي يكون ناشف راه ما يجيش زين. هنا عندي 300 غرام. غادي نضيف جوج معالق ديال الكاكاو المر. هاد جوج معالق ديال الكاكاو المر على حسب اللون، يعني باش كيعطينا داك الفرق ديال اللون بين اللون ديال الغريبه من الداخل واللون ديال البياض ديال السكر كلاصي اللي غادي يكون من برا. من بعد غادي عندي هنايا نص كيلو ديال القوقاو. القوقاو حتى هو من نوعيه جيده، يعني داك الاحمر الصغيور اللي طحنتو بالقشره ديالو من بعد ما صهدتو غير شويه في الفران، يعني ما تخليوش حتى يتحمر مزيان، يعني بحال غير تسخنوه. من بعد طحنتو في الهاشوار بالقشره ديالو، وضفت جوج ديال الساشيات ونص ديال الخميره الكيماويه. صافي غادي نخلط الخليط ديالي كامل. هنا غادي نضيف الكميه اللي بقات لي ديال القوقو في الهاشوار. صافي وغادي نجمع الخليط. من بعد ما غادي نجمع الخليط ديالي كامل غادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح في الثلاجه على الاقل واحد جوج سوايع، يعني جوج سوايع خصو يرتاح في الثلاجه مزيان. شحال ما خليتوه يرتاح شحال ما مزيان، ملي تخرجوه من الثلاجه الا شفتوا الخليط ديالكم مازال مطلوق بزاف غادي تضيفوا له 3 ديال المعالق ديال الكوك. صافي وتجمعوا وتبداو تشكلوا في الحلوه ديالكم. صافي هنا غندخلوا الثلاجه يرتاح. من بعد ما فات جوج ديال الساعات انا خرجته من الثلاجه. عندي هنايا سكر كلاصي سبيسيال درته في واحد الطبيسي. هنا غادي نبدا نكور الحلوه ديالي. غادي نجيب واحد زلافه ندير فيها بيض ديال البيض، غادي نطربو مزيان، غادي نبقى ندهن به اليد ديالي وانا كنهز الحلوه ديالي وكنكورها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للحجم يعني نتوما والاختيار ديالكم. الحلوه راه فيها الخميره يعني راه غادي تزيد الحجم ديالها غادي يكبر في الطياب، حاولوا ما تكبروش الكويرات ديالكم. صافي وغادي نبدا نشكل في الحلوه ديالي، وغادي نديرها في سكر كلاصي. ضروري تستعملوا السكر كلاصي سبيسيال لان كيكون فيه النشا زايد باش السكر ما يذوبلناش مع النار ديال الفران.
هاد المقادير اللي عطيت لكم راه كتخرج كميه اللي هي كثيره ديال الحلوه. صافي غادي نستمر هنا، غادي نبدا نفند هاد الكرات ديال الحلوه ديالي في سكر كلاصي. يعني حاولوا انكم تلبسوها مزيان بالسكر بهاد الشكل هذا. وغادي نجيب لاطا ديال الفران اللي غادي نطيب فيها، وغادي نستف فيها الحلوه. ضروري تفرشوا لاطا ديالكم بورق الزبده باش الحلوه ما تلصق لكمش. من بعد غادي نجيب شويه ديال القرقاع، هنا قسمته على الانصاف. غادي نغطس النص ديال الربع ديال القرقاعه في الابيض ديال البيض، وغادي نحاول انني نلصقها من فوق ديال الغريبه. نحاولوا نضغطوا عليها غير واحد شويه، يعني ما نضغطوش عليها بزاف لان هي راه غتحل في الفران بوحدها. صافي بهذا الشكل حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، فانا غادي الفران خاصه يكون سخون. انا طيبتهم غير في الفران ديال الغاز العادي، النار غادي تكون من الفوق، يعني الصني ديالنا غادي نديروه في الفران من الاسفل والنار غادي تكون من الفوق ديال الغريبه. غادي نخليوها تقريبا واحد جوج دقائق ولا ثلاثه غير قد اللي غادي تشقق لنا الغريبه ديالنا وغادي تفكع، وغادي نردوها من الفوق نخليوها طيب فقط 10 دقائق، ما نفوتوهاش. ما تفوتوهاش الطياب، راه ما كتبغيش طيب بزاف، يعني بمجرد انها تشد راسها صافي غادي تخرجوها من الفران. فقط 10 دقائق في الفرن غادي تكون واجده. 10 دقائق في الفرن النار من الاسفل ديالها، وجوج ديال الدقائق النار غتكون من الوجه ديالها باش تشقق. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. في الاول ملي غتخرجوها من الفرن غادي تبان لكم بحال عاد رطبه، ما تخربوش فيها نهائيا، يعني تخليوها حتى تبرد عاد غادي تهزوها من الفرن. يعني فاش غادي تبرد غادي تشد راسها وغادي تقدروا انكم تهزوها بكل سهوله، وغادي تجي معلكه ورطبه باش ما تقصحش. الا فوتوا لها الطياب وخليتوها بزاف في الفران راه غادي تخرجوها من الفران غادي تقصح لكم. يعني من الاحسن تبعوا نيشان الوقت كما قلت لكم، 10 دقائق في الفرن ما تفوتوهاش باش تصدق لكم الغريبه ديال القوقعه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوناش من لي لايك ديالكم، وما تنساونيش من التعليقات ديالكم المشجعه. والى اللقاء مع فيديو اخر.